اتفضل يا كريم في التشكيل. طيب ده احنا بعد كده اكيد هنروح نتكلم على التشكيل، بس واحده من طبعا الارقام المهمه اللي احنا محتاجين نقولها على الضحيل يا كابتن اسلام هو معدل العام التحليلي للفريق. تخيل ان الفريق ده الاستحواذ بتاعه المعدل بتاعه في جميع مباريات متوسط 57%، بمعنى اي فريق رايح يلعب الضحيل اول حاجه يبعد عنها الاستحواذ، مش تاخد من الاستحواذ، دايما نادي الضحيل بيخرج فايز في المباراه بالاستحواذ بتاعه. وبالتالي النادي الاهلي لازم يعرف احنا بنتكلم على اسلوب لعب مشابه، يعني بيتسو موسيماني طبعا طول عمره مع سان داونز لما جه النادي الاهلي بيركز على حته الاستحواذ، والنادي الاهلي بطبعه دايما بيلعب على الاستحواذ. تمام، خلينا بقى نروح لتشكيل فريق الضحيل والشكل العام اللي بيلعب بيه. طب احنا بنتكلم طبعا اهم سؤال كان مصارع على السوشيال ميديا في الاونه الاخيره وكان ما بين الناس، هو الضحيل بيلعب 4 4 2 فلات ولا بيلعب 4 2 3 1 والمعز علي بيبقى متطرف شويه. ايوه انا بشوف صبري لموشي على مستوى مباريات في الدوري وحتى المباراه الاخيره اللي في كاس امير قطر هو بيعمل مزيج من الطريقتين، ولكن المباراه الاخيره كانت 4 2 3 1 بشكل واضح. طبعا بس ربما بس الباك جراوند بتاع الملعب مش معانا، بس هنحاول ان احنا نحرك من غير الملعب. فحاليا نادي الضحيل في وجهه نظري بيلعب بطريقه اقرب الى 4 2 3 1، ولكن التوظيف اللي في الملعب هو اللي بيختلف. برضو معانا على الشاشه زي ما قلت لحضرتك المعدل العام التحليلي للفريق زي ما قلت معدل الاستحواذ 57%، معدل التمريرات للفريق 86%، فده يعرفنا ان الفريق عنده خط وسط قوي جدا وبلاي ميكر مهم جدا هنتكلم عليه وهو دودو وادميلسون. نضيف كمان نقطه مهمه جدا ان الفريق معدل الاهداف بتاعته المسجله في المباراه الواحده 2.4 2.4 وده رقم كبير. وبالتالي لما نيجي بقى نتكلم على التاتش سكرين ونشوف الفريق شكله عامل ازاي في ارض الملعب، الشكل اقرب الى 4 2 3 1، بس التوظيف بتاع المعز علي ربما الناس بتشوفه ان هو بيجي من على الطرف شويه بس بيخش قبل الملعب. وبالتالي يا كابتن اسلام ايوه لما نيجي اعتقد ان صبري لموشي في مباراه النادي الاهلي التشكيل اقرب اللي هيلعب بيه هو نفس التشكيل اللي لعب بيه ماتش مباراه الاهلي القطري في كاس قطر الاخيره. وبالتالي وبالتالي انا بشوف ان مهم جدا للنادي الاهلي يبقى شايف التوظيف بتاع دودو لعيب البرازيل وادميلسون، واكيد طبعا هنتفرج على فيديوهات ليهم يا احمد بعد شويه. انا بقول انا برضو ان في طريقه اللعب احيانا بتكون 4 4 2 يعني بحيث ان هو زي ما حضرتك تفضلت قلت على المعز علي هم طبعا في حراسه المرمى الاول لو سمحت قول لنا التشكيل كامل الاول وبعد كده نبدا واحده واحده علشان برضو نقول ناحيه اليمين عامله ازاي ناحيه الشمال عامله ازاي كل طريقه. حراسه المرمى صلاح زكريا هو حارس المرمى وده برضو نقطة ضعف هنتكلم عليها بكرة إن شاء الله. الاثنين المساكين مهدي بن عطية المدافع المغربي مدافع اليوفي السابق وأحمد ياسر المحمدي ده المساك الثاني، ومعهم مساك ثالث باسم الراوي ده اللي أحيانا بيدخل معاهم. تمام. الباك اليمين إسماعيل محمد. الباك الشمال سلطان البريك ده الباك الشمال الأساسي وبديله علي عفيف. الاثنين الارتكاز لويس جونيور وعلي كريمي. علي كريمي طبعا اللعيب الشهير الإيراني اللي هو لعيب الارتكاز كان بيلعب في دينامو زغرب الكرواتي. ايوه نيجي بعد كده للاثنين الاجنحه، الاثنين الاجنحه بتوعهم ودول نقاط ابرز نقاط قوه في الفريق طبعا اللي هو اللعيب دودو البرازيلي ده الجناح الايسر رقم 77 اللي هو 29 سنه معار من البرازيل، والناحيه الثانيه ادميلسون جونيور رقم 10 وده طبعا برازيلي بلجيكي. اما الاثنين اللي قدام المعز علي واولونجا. ليه طريقه اللعب بتبقى احيانا بعض الناس بتشوفها بتحولات او بتتغير؟ المعز علي ده هو اللي بيحول طريقه اللعب، يا طريقه اللعب على الورق 4 4 2 المعز علي هم عندهم اثنين مهاجمين، واحد مهاجم متحرك بينزل يسقط ويتحول كصانع العاب المعز علي اللي بينزل لتحت، عشان كده الناس بتشوفها 4 2 3 1. انا عايزك وانت بتتكلم كده يا احمد تشرح لنا الكلام ده لانه خلاص هو دلوقتي ال 4 2 3 1 دي الطريقه اللي بيلعب بيها الحل القطري او الشكل اللي بيلعب بيها الشكل العام. هو المعز طبعا هو مايكل اولونجا هو المهاجم الكيني اللي جاي من الدوري الياباني هو اللي بيبقى قدام، المعز علي هو اللي بيسقط لتحت. تمام. هو اللي بيسقط لتحت وبيتحرك على الاطراف بشكل كويس جدا، فالطريقه احيانا بتتحول 4 2 3 1 مع سقوط اللاعب المعز علي لتحت. اما الاطراف اللي هم الدودو الجناح الايسر الخطير جدا 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 والناحيه اليمين طبعا
بنتكلم في ادميلسون جونيور اللي هو اللاعب البرازيلي المهم جدا اللي بيتحول كمهاجم تاني، ومعانا ليه فيديوهات هنستعرضها دلوقتي. ايوه لما نيجي نتكلم بقى بشكل فردي عن اللاعبين يعني برضو كريم انا عايز افهم منك ناحيه الشمال عندنا عند نادي الدحيل القطري ناحيه قويه جدا، ولكن طيب خلينا نطلع فاصل الاول وبعد الفاصل نرجع نتكلم اكتر عن ناحيه الشمال او على الجانب الهجومي بالنسبه لنادي الدحيل القطري. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع حضرتك.